معانا دلوقتي الحقيقة قصة مدهشة للطالب يحيى اللي انتقل من سنة سادسة ابتدائي مباشرة إلى كلية العلوم. القرار تم بعد توجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يكون أصغر طالب جامعي في مصر، وده بعد اكتشاف موهبته ونبوغه العلمي. يحيى عبد الناصر النجار طالب في الصف السادس الابتدائي من محافظة دمياط، استحوذ على اهتمام كبير بعد ما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلحاقه للدراسة في كلية العلوم جامعة دمياط، وده بسبب نبوغه العلمي. قصة الطفل يحيى بتكشف عن حالة متميزة واستثنائية ملهاش أي شبه أو حتى قصة مماثلة زيها، وده لأنه قدر يكون الطفل الذكي والموهوب وهو لسه في سن صغير. تم اكتشاف قدرات يحيى الاستثنائية في الرياضيات والعلوم، وده لأن عنده ذكاء فائق وقدرة استيعاب عالية جداً على حل مسائل معقدة مع فهم دقيق لنظريات صعبة في الفيزياء والكيمياء، رغم أن سنه وقتها ما كانش لسه وصل لأربع سنين. هنا والده ووالدته لاحظوا الطفرة الغريبة اللي عند يحيى، فاشتغلوا على تشجيعه وطلبوا من المدرسين في مدرسته يشرحوا له مناهج الصفوف المتقدمة. وعلى مدار 8 سنين زادت نسبة ذكائه ونبوغه خصوصاً في المواد العلمية. في الوقت نفسه عرض مجلس الوزراء منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، وهتتولى الدولة رعاية الطالب وأسرته طوال مدة دراسته لحد ما يوصل للمكانة العلمية اللي يستحقها. وأجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختبار قدرات للطفل، بعدها اتأهل الطالب النبغة لاختبارات تانية مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل. والاختبار وقتها كان اختبار المواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والتفكير النقدي، ونجح يحيى وأصبح بين أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول. وخضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين، حصل فيه على مستوى ممتاز وده اللي أهله للدراسة في الجامعة. قصة يحيى بتفتح الباب لملف رعاية النابغين اللي بيحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحرص دائماً على دعم الشباب المتفوق علمياً في مختلف المجالات مع تكريمهم في كل المناسبات.